السلام عليكم. النهاردة هيبقى فيديو مختلف شوية عشان في حد كان سألني ازاي ينزل اوتوكاد، فقلت اعمل فيديو يمكن هيفيد حد. طبعا هسيب لك اللينك تحت الفيديو، اللينك ده مجرد ما تدوس عليه يفتح لك الصفحة دي. اختصارا دلوقتي يعني هي صفحة الاوتو ديسك العادية، بس انت دوس على اللينك على طول هيشتغل معاك الصفحة ديت، وبعد كده هتدوس جيت ستارت. بعد كده هيقول لك انت عايز الاوتوكاد ليه، انت طالب، معلم، ديزاينر، اي حاجه. انت تختار، مثلا هختار ستودنت طالب. كده بيقول لك حط تاريخ ميلادك، بعد كده تدوس نيكست. بعد كده يقول لك الفيرست نيم والسكند نيم والايميل بتاعك والكلام ده كله. هتكتب الايميل هنا، هتكتب اسمك هنا، الاسم التاني او اسم باباك او كده، كان الايميل بتاعك. وبعد كده بتعيد الايميل تاني، بعد كده بتكتب الباسورد. بس انا عشان عامل ايميل قبل كده فايه، فالايميل بالنسبه له بيقول لي ده موجود قبل كده بس. بعد كده تدوس كريت اكونت، هيجيب لك رسالة تفعيل الاكونت. هتخش على الجيميل بس، مجرد هتفتحها هتشتغل معاك عادي. بس انا عشان فتح يعني الايميل، في ايميل عامله قبل كده بنفس الاكونت، فهعمل هخش بالايميل على طول. احط الايميل بتاعي، وبعد كده احط الباسورد، هو بيقول لك احنا عايزين نأكد شوية حاجات، تقول له اوكي بس. وهنا بتحط البيانات بتاعتك، وبعدين هنا بتحط السكول ويب سايت او الجامعة او كده، وهنا بتحط اسم الجامعة عين شمس يونيفرسيتي، والكلام ده محطوط كله لوحده لان انا عامل قبل كده. كده تدوس كونفيرم. بعد كده هيجيب لك الصفحة دي، كده هو فتح معاك. انا عايز انزل اوتوكاد، عايز ويب او ماك او اي حاجة من كله موجود. هتقول له عايز الاوتوكاد بتاع سنة كام، مثلا 2021، اللغة ايه، تختار اللغة اللي انت عايزها. وبعد كده هتدوس على السهم ده وتختار داونلود، هيجيب لك الصفحة دي ويبدأ يحمل معاك الاوتوكاد عادي جدا. بس انا وقفت التحميل لان هو اصلا عندي. وبعد كده بتسطبه بطريقة تسطيب اي برنامج يعني. بعد كده تبدأ تسطب البرنامج ومفيش أي مشكلة.